السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل الدخول بالتفاصيل نود التنويه إلى أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للبث بنظام الـ HD اعتبارا من تاريخ الأول من شباط فبراير هذا الشهر، ولمن يواجه مشكلة في مشاهدة الصورة أو الشاشة كاملة أمامه في التلفاز يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما هو ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة، وستظهر له القناة بنظام البث الجديد HD. وأيضا نذكر أن النظام الـ SD، نظام البث الـ SD سيتوقف العمل به في تاريخ 28 من شباط فبراير هذا الشهر، لذا اقتضى التنويه مشاهدينا الكرام. قبل الدخول بالتفاصيل نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. من 2003 إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك، فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. اليوم موضوعنا مشاهدينا الكرام عن الإصلاح في العراق، هذا المصطلح وهذا المشروع الذي تتبناه أحزاب العملية السياسية وفي مقدمتهم مقتدى الصدر الذي يتبنى هذا المشروع ويقول بأنه هو أو يسمونه أتباعه راعي الإصلاح. طيب، هناك مجموعة من التساؤلات التي تطرح بشأن من يحملون شعار الإصلاح في العراق من أحزاب العملية السياسية وحكومات ما بعد الاحتلال، من منهم يحمل مشروعا سياسيا حقيقيا ويحمل مشروع إصلاح حقيقي؟ طيب، إذا كان مقتدى الصدر هو يدعي بأنه راعي الإصلاح، أين هو طيلة 19 عاما تقريبا منذ الاحتلال لغاية هذه اللحظة وهو قال في لقاءات سابقة أن كل حكومات الاحتلال من أول حكومة في عام 2005 لغاية حكومة مصطفى الكاظمي لولاه لما تشكلت؟ إذن هو جزء من عملية سياسية ويؤكد بعظمة لسانه في إحدى اللقاءات التلفزيونية. إذا كان كذلك وفي الأوقات الذي استطاع أن يكون له 54 نائبا داخل قبة البرلمان وست وزارات في حكومات متعاقبة، أين الإصلاح في هذه الوزارات وما الذي قدمه نوابه البرلمانيون؟ ما الذي قدمه وزراء الصحة أو الوزارة الأخيرة للصحة التابعة لمقتدى الصدر وكذلك وزارة الكهرباء؟ ما الذي تحقق في هذين القطاعين المهمين بالنسبة للعراقيين؟ أي إصلاح حققه التيار الصدري طيلة هذه السنوات من حكمه؟ أيضا، هل تحمل أي جهة سياسية موجودة بعد الاحتلال مشروعا حقيقيا لبناء الدولة والنهوض بها؟ أليس هؤلاء هم نفسهم اليوم الذين يتصارعون من أجل المناصب؟ أليس هؤلاء هم نفسهم أصحاب الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة التي أحرقت المحافظات الجنوبية والوسطى، التي حرقت البنوك التابعة لأكراد، التي تنفذ عملية اغتيالات وتصفية فيما بينها في محافظة ميسان، التي دخلت محافظة الأنبار بطريقة خارجة عن القانون كعادتها؟ أليست هذه هي الأحزاب السياسية؟ هل هذه الأحزاب
تحمل مشروعا حقيقيا لبناء العراق للنهوض به للإصلاح الحقيقي. معنا اتصال مشاهدينا الكرام. السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو علي. الله يحفظك، وهاي القناة الشريفة الطيبة قناة الرافدين. الله يبارك فيك. الله يحفظ حارث الضاري إن شاء الله ويرحم أبوه. الله يرحمه الشيخ حارث ويحفظ دكتور مثنى، الله يسلمك. هاي بالنسبة الحكومة جاي يرحمون بيها يوم بالأنبار يوم ميسان يوم مدرشون، جاي تصارعون على شيء ما يفهمون من عنده أي شيء. ما يعرفون أي شيء، ما يعرفون إذا يدورون البلد بأي شيء. نعم. الله يحفظها محافظة ميسان، هجموا عليها ناس فقرة. نعم. ناس متسلطين يعني اختاروا ميسان من كل المحافظات، اختاروا ناس الله ساتر عليهم يعني. نعم. الأنبار هجموا عليها ودمروها، كركوك دمروها، كل المحافظات بالعراق دمروها. شيريدون من العراق هم. أسألك يا سيد أبو علي، سيد أبو علي، اليوم لما نسمع أن هم كلهم يحملون شعارات بناء الدولة، كلهم يقولون إحنا عندنا مشاريع لبناء الدولة، بس أكو جهات تحاربنا. السؤال، هل تعتقد بأن هؤلاء اللي بالحكومة، الأحزاب والشخصيات الموجودة ضمن الحكومات، عندهم مشروع حقيقي لبناء العراق؟ من جابهم برايمر لحد الآن يدورون فلوس لناصر. يعني مو زلم مثل صدام حسين، يعني صدام حسين يسوى هذول كليتهم اللي يجون. سيد أبو علي، عندي سؤال بهذا الشأن. أنت أبو علي، نعم، النظام السابق ذهب بما له وما عليه، وهم ذولا جوي بعد الاحتلال وقالوا بأنه إحنا خلصناكم من الطاغية، من الدكتاتور، من اللي كان مجوع الشعب ومطببه بحروب ومشاكل، والناس تعبت من وراء صدام حسين ومشاكله. طيب إحنا نسأل، ذولا إيش حققوا للعراقيين بعد الاحتلال، بعد ما خلصوهم من صدام الطاغية مثل ما يقولون، إيش حققوا للعراقيين؟ إذا كانوا خلصوهم من نظام قمعي، اللي دي يسووه بالعراقيين اليوم هم شنو اسمه؟ يا أخي كل شيء ما سووا هذول، من راح صدام حسين الله بلانا بيهم بلوة. يدورون فلوس، مطامع عينهم على الفلوس. اللي كان قبل بعها صدام حسين ما يملك له شيء، هسه ملك الدنيا وهذا وما يصير هاي الشغلة. العراق ما يلوق له هيك نماذج تقود العراق. العراق يراد له ناس يعني أكفاء. ناس هيبة مثل صدام حسين. يتحر هذول اللي جو كليتهم. يلا العراق يخلص من هذول. ويا ميسان هذول الفقرة، الناس الطيبة والنوب بالناصرية والنوب بالبصرة والنوب بالأنبار. سيد أبو علي، أنا أشكرك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. هناك يعني ملاحظة فقط على ما تفضلت به. العراق ليس بحاجة إلى شخص مثلا صدام حسين حتى ينهض. العراق بحاجة إلى بناة دولة، أكفاء مثل ما تفضلت، أكفاء يستطيعون بخبراتهم العلمية وتجاربهم أن يقودوا البلد للنهوض. العراق ما محتاج واحد يظل يطببه بمشاكل وحروب. نعم، يعني قد يكون هناك إيجابيات في الزمن الماضي، لكن لولا الزمن الماضي ما وصل العراق إلى هذا الحال. القصد من هذا الكلام أنه هؤلاء الذين جاءوا إلى العراق، الذين قالوا بأن النظام السابق أو بأن الحكم السابق
كان حكما دمويا وغيرها من هذه الأمور. قد يكون الصواب جاء معهم في قضايا طرحوها، لكن في المجمل وعدوا العراقيين بحياة مزدهرة، بنظام عادل، بحياة آمنة وخالية من المشاكل والحروب. هل حققوا شيئا من ما وعدوا به العراقيين؟ هل هذه الأحزاب التي وعدت العراقيين بالحياة المزدهرة، واليوم احنا نسمع تقارير الأمم المتحدة التي تتحدث عن وصول العراق إلى 40% من الشعب تحت خط الفقر، والرقم بارتفاع مستمر، هل هذه من الوعود التي وعدوا بها العراقيين؟ هل وعدوا العراقيين، ألم يعدوا العراقيين بحياة آمنة؟ لماذا نشاهد اليوم ميليشيات لا تعد ولا تحصى؟ في فترة حكم حيدر العبادي قالها بإحدى خطاباته أن هناك أكثر من 100 فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار الدولة في العراق، هذا تصريح حيدر العبادي، وغيرها وغيرها من الأمور التي وعدوا بها ولم ينفذوا أي شيء. ولذلك نحن نطرح هذا السؤال، هل يملكون مشروعا حقيقيا لبناء العراق؟ معنا اتصال السيد كيان من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، خلنا جاوبك سؤال سألته قبل المتصل. تفضل. هذول إيش راح يقدمون للعراق، أو شعتهم مشروع يقدمون للعراق؟ نعم. هذول العراق كسروا هيبة العراقي، العراقي كان محترم بالدول، محترم ببلده، محترم بكل مكان العراقي. كسروا هيبة العراقي، هاي وحدة. نعم. هذول جابون الفقر، هذول جابون، هاي منجزاتهم، جابون المرض، هذول قضوا على الصناعة الوطنية العراقية المحترمة، قضوا على الزراعة، قضوا على التعليم، جامعات ومدارس بها حشيشة وبها كريستال وبها كل شيء موجودة، تقارير وواقع حال أمام العيون. هذول مرت الشهيد كانت محترمة، لها 10,000 دينار وقطعة أرض وسيارة وقرض تبني به قطعة الأرض، ومحترمة وهي مكانها معززة مكرمة. حتى مرت الشهيد تروح تراجع الدوائر يسامونها على شرفها، واقع حال هذا الأستاذ محمد. نعم. هذول قضوا على شيء اسمه عراق، هذول مشروعهم وخططهم مو ينهضون بالعراق، لا، التدمير العراق والعراقيين. نعم. هذول مجموعه مال، يعني ما لهم مصر، هذول يهود الدين أستاذ محمد. هذا تعبير انا عبره من عندي، هذول يهود الدين. هذول ما عندهم لا انسانيه، لا غيرة على وطنهم، لا الوطنية ترى ما تنباع بالسوق نفس الطماطة والباذنجان، لا الوطنية من الحباية. من الحباية. شلون الشيخ فلان شيخ عشيرة، أبوه وجده وجد جده كانوا شيخ عشيرة، هذا أصل. بس فلان شيخ عشيرة أبو 5 ملايين ومسدس، لا هذا إجا لملوم دمج. هذا دمج مو شيخ. سيد كيان، أسألك على رعاة مشروع الإصلاح، وخلي نخص الحديث على التيار الصدري اللي هو يتبنى مشروع الإصلاح في العراق. اليوم يقولون أن احنا خلاص وصل الحكم أن فزنا بالانتخابات، يسموها انتخابات ويسموها ديمقراطية، هاي من وجهة نظرهم، لكن خلي نقول بأن هم اللي حيمسكون الحكم ويسيطرون عليه. قبل هذا الموضوع وفي الحكومات السابقة كان عنده نواب بالعشرات، كان عنده وزراء، كان عنده صلاحيات، ومنه يقدر يندق بالتيار الصدري. خلينا نكون واضحين، حتى الموجودين بالسلطة ما يقدرون يتقربون أو يحتكون بمقتدى الصدر وزراء ونوابه، لأن يعرفون أنه ممكن يسبب لهم مشاكل. وبالتالي ليش محقق إصلاح؟ هم يطلع مثل هادي العامري يقول لك لأنه أعداء الحسين حاربونه بالدعاية الانتخابية. يعني ليش طيلة هذه السنوات محقق الإصلاح، والناس تسأل إيش وقت يحقق العد؟ أستاذ محمد. نعم. هم هي مو اسمها ديمقراطية، هي اسمها بالدم أقراطية. احنا عندنا نهرين، دجلة والفرات. هم صنعوا نهر الثالث، نهر الدم، نهر الشباب الأبرياء، نهر الشاب اللي يطالب يقول أريد وطن، نهر المظاهرات السلمية ينطلق عليها رصاص حي. هذول هم صنعوها، وانت صدق واعتقد. خلنا اقول لك شغل، انا ما عندي عداء لا شخص ولا كذا، ولا اقول رايي بكل صراحه، وانا انسان متربع على الصراحه. طبعا هسه مع احتراماتي انا الشخصي، ثق بذات الله الى وصلوا للحكم، ثق بذات الله اللي هو يصير بكياسه يعبونا يا كيالو.
هذا اللي هو نشتم ما يعبون لنا بالسياسه او بانابيب او بطاله مال ما يعبون لنا. اخي هم ليش هم وينهم على الحكم؟ هم بالحكم من 2003 لحد الان. نعم من 2003 شفنا دمار خراب قتل. ارخص شيء ارخص شيء ارخص شيء بالعراق الدم العراقي. الدم العراق هذا دم العراق الطاهر الاصيل. العراق هذا العراق يا اخي هذا العراق مو شويه. العراق ارخص شيء ارخص من الحاجه بربع الدم العراقي اخي. الدم بارد يعني الدكتور ينقتل بدم بارد، المهندس ينقتل بدم بارد، الطيار ينقتل بدم بارد، الاستاذ الجامعي ينقتل بدم بارد. عشان استاذ جامعي لاحظ شوي طالب يروح للبيت يقاوم عشائريا، هاي غير دراسه غير تعليم. دكتور إلا سوى عملية الشخص والشخص ما صراحة أجله يقامون عشائريا. إذا أنت تقول بأن هؤلاء لا يحمل لا يملكون مشروعا إصلاحيا حقيقيا. هذول بيكون مشروع تخريبيا حقيقيا مو إصلاحيا. نعم. تخريبيا. نعم سيد كيان أشكر حضرتك من بغداد، شكرا جزيلا. السيد محمد من أمريكا تفضل حياك الله. السيد محمد، سيد محمد من أمريكا، بس لو تنص صوت التلفزيون لو سمحت. محمد من أمريكا أنا أسمع صوت، تسمعني؟ طيب لا هو مدى يسمعني. عاود الاتصال مرة ثانية يا محمد ونص صوت التلفزيون على الأخير لو سمحت حتى أقدر أسمعك بشكل واضح. مشاهدينا الكرام، صحيفة إنديبندنت البريطانية بنسختها العربية ذكرت أن غياب السياسات الرشيدة لدى الحكومات المتعاقبة في العراق التي تتعلق بتنمية الموارد وما رافقه من تصحر وتجريف للبساتين فضلا عن إهمال واسع للقطاع الصناعي، وكلها عوامل تسببت بانتشار ظواهر العوز والنقص في مختلف مجالات الحياة المعيشية. ذولا ليش ما عندهم سياسات رشيدة للحكم؟ لماذا لم يقوموا ببناء الدولة؟ وكل دول العالم تدعم حكومات الاحتلال ودعمت حكومات الاحتلال، لم تكن هناك حكومة في منطقة الشرق الأوسط حظيت بدعم مطلق من الدول العالمية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ومن دول كثيرة دعمت هؤلاء، دعمت سياساتهم، قمعهم للمتظاهرين، قمعهم للعراقيين، وصمتت عن هذه الجرائم والانتهاكات. سرقوا خزائن العراق ودمروا الاقتصاد ولم تتحدث عن أي نقطة من هذه النقاط. إذن هناك دعم مطلق لهذه الحكومات، لماذا لم يقوموا على بناء الدولة؟ ما الذي منعهم من بناء العراق وتحقيق المشاريع الإصلاحية التي جاهروا بها وقالوا بأن هذه المشاريع هي التي ستخرج بالعراق إلى بر الأمان؟ طيب لماذا لم يحققوا أي من هذه المشاريع وهم لديهم السلطة ولديهم المال ولديهم النفوذ والعلاقات الدولية؟ ما دخل إلى خزينة الدولة العراقية بحسب التقارير الدولية بعد الاحتلال يضاهي ما دخل إلى خزائن الدولة العراقية منذ تأسيسها في عام 1921، وتحديدا فترة نوري المالكي كانت الفترة التي دخلت إلى العراق أموال لا تحصى، لم تدخل إلى خزائن الدولة العراقية طيلة عشرات السنين التي مضت. ما الذي منع إذن هذه الحكومات من أن تبني شيئا للعراقيين؟ معنا اتصال. عاود الاتصال. محمد من أمريكا تفضل. ألو. حياك الله. تفضل يا محمد. محمد. ألو. من أمريكا أسمعك. ألو. أسمعك يا محمد. طيب محمد عندك مشكلة بالاتصال. ألو. غير مكانك يا محمد، ما تسمعني. غير مكانك يا محمد وخابر مرة ثانية لو سمحت. أبو عراق من الفلوجة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد اليوم يتكلمون عن إصلاح، أي إصلاح هذا اللي يحكون عنه؟ يعني نعم. الشعب يصلح نفسه شنو يعني شنو يحكون؟ المثال الثاني خلينا ننتبه على فقره. كل ما تجي سنه كل ما تجي سنه ينسعون الى الديون. نعم. الى الديون الى الدول المالحه. تدري هذا الهدف وين يا استاذ محمد؟ نعم. هذا مو بس حتى يسقطون الايام هاي، لا حتى الاديان الباقيه. يبقى العراق مديون الى قرون بعد النوم. اكثر سنين استاذ محمد. نعم.
الاصلاح هذا اللي دعونا ابو علي. ليش السيد مقتدى وهدف من 2003 وجماعته هم بالحكومه ما بنوا دوله، بس عم ذولا جايين سراك استاذ محمد، ذولا جايين نهب، ذولا جايين حتى يفرشون هاي العراق هذا يدمروه. يا استاذ محمد الله يخليك، عم احنا من خلال برنامجكم ناشد الشعب العراقي، يا شعب اصحى ترى هاي الحكومه راح تدمر. شكرا جزيلا سيد أبو عراق من الفلوجة. سيد أبو عراق تحدث عن الديون، ونحن هنا نتحدث عن جزئية تتعلق بسعر برميل النفط العالمي وموازنة 2021 التي أقرت سعر برميل النفط ب 45 دولار للبرميل الواحد، في حين أن سعر اليوم وصل إلى 95 دولار للبرميل وهو في تصاعد مستمر وقد يرتفع إلى أرقام أعلى من ذلك بكثير. الخبراء الاقتصاديون في تلك الفترة قالوا بأن كل دولار يزيد فوق سعر 45 يشطب من العراق مليار دولار ديون، أو مليار دولار ديون. مليار دولار أمريكي ديون تشطب من العراق مع زيادة كل دولار واحد فوق سعر البرميل المقر في الموازنة، وهسه احنا وصلنا ل 95 دولار. إذن كم مليار شطبت من الديون المترتبة على العراق؟ وهناك سؤال مهم للغاية يطرح، متى ستقر ميزانية 2022؟ ونحن الآن دخلنا في العام ومستمرون وحننتهي من شهر الثاني وندخل على الثالث، لا الحكومة متشكلة ولا الميزانية مقررة، وعلى كم سيحدد سعر الصرف هذه الأموال المهدرة اليوم في ظل غياب موازنة 2022 وفي ظل ارتفاع أسعار النفط؟ هناك فارق ما بين 45 دولار المقرر في 2021 والفراغ الحالي إلى أن تقر الموازنة الجديدة على سعر جديد، وبالتالي هذه الأموال أموال مهدرة، أموال لا يعرف مصيرها حتى هذه اللحظة، لا يعرف مصير هذه الأموال الفائضة عن فرق التصريف أو فرق تحديد سعر صرف البرميل. فهل هذا هو الإصلاح؟ هل هذه هي المشاريع الإصلاحية التي تصرخ هذه الأحزاب وتقول بأن نحن الذين نحمل مشروع إصلاحي، مشروع لبناء عراق حقيقي؟ بهذه الطريقة تدار الدولة، بهذه السياسات التخبطية إن كانت على الصعيد الاقتصادي أو إن كانت على صعد أخرى؟ معنا اتصال السيد أبو دعاء من الموصل، تفضل. السلام عليكم جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز. فيما يخص هذه الحكومات التي تعاقبت من 2003 ولحتى الآن، نعم، يعني أصبح واضح للشعب العراقي أن هذه الحكومات ما ممكن أن تجيب نتيجة سليمة وإيجابية للشعب العراقي. أولا مثل ما تفضلت حضرتك، يعني القطاع الصناعي معدم، نعم، القطاع الزراعي انتهى، أو أهم قطاعات أساسية لكل بلد تهتم به كل الدول هو القطاع التعليم، نعم، قطاع التعليم والعالي وسواء والتربوي، نعم. فأي دولة ينتهي بها قطاع التعليم وقطاع البحث العلمي، يعني ما ممكن أن تصل إلى أن تكون دولة مستقرة ودولة متقدمة ودولة حضارية. إضافة إلى الأسباب الأخرى الكثيرة، فهذه الأحزاب اللي تحكم حاليا، نعم، هي عبارة عن مجموعة تكتلات وتشتغل شغل مثل ما نشوف المافيات، نعم، المصالح ممكن أن تتفق على المصلحة ممكن تضارب مع مصالح أخرى، والشعب بعيد عنها كل البعد، نعم، هي ولا تنظر إلى الشعب، تنظر النظرة الأساسية لها المصلحة الشخصية، نعم، وهذا ما يحدث يعني في الآن، والنتائج راح تكون من سيء الى اسوء فيها، يعني ظل هذه الظروف اللي مثل ما تفضلت حضرتك لا ميزانيه ولا سيد ابو دعاء. بسؤالي الاخير لحضرتك، يعني او سؤال اخير لحضرتك اختم وياك، بالتجارب السابقه بناء على حكم هؤلاء صار لهم 18 سنه، هل يعني توسم العراقيون بهذه الاحزاب اي مشروع حقيقي؟ يعني هل شفتوا أنه ممكن هذا الحزب أو هذه الجهة تحمل مشروعاً حقيقياً؟
ما من الممكن، قلت لك أصبح واضح جدا، يعني من الغباء جدا أي عراقي أن يقول بعد له أمل ويتأمل أنه راح يحصل نتيجة من هذا الحكومات المقبلة، مستحيل. هناك ماكو أي بوادر تشير إلى أن هناك نتائج إيجابية، ماكو أي بوادر. شكرا جزيلا سيد أبو دعاء من الموصل، ويانا أبو حكمة من الموصل أيضا، تفضل يا أبو حكمة. السيد أبو حكمة من الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله يا أبو حكمة، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، بالنسبة للحكومة العراقية من 2003 لحد الآن، يا مسؤول في الزمن من رئيس مجلس نواب إلى رئيس جمهورية إلى رئيس وزراء، الكل نعم. الكل البرلمان ياهو تيجي عليه يقول لك احنا جايين مصلحة الشعب، والله كله كذب وخداع ويعيطش مرن العالم، والله ملتهين بالبوك وبالنهيبة، ولا حق ولا حقوق، يرفعون الدولار، المواد الغذائية غالية، العالم تعبت، الشباب عيموتون، الشباب عتنتحر، يعني ما أعرف يعني هذولا جيسون. احنا هسه أنا بالنسبة لي أنا من الجيش السابق، والله عندي خدمة 35 سنة، وعمري 67 سنة، ومعاملة هاي من 2003 لحد الآن نايمة بالمحارب ما يمشون، حقوقنا كلها انطوها الإيرانيين والمدري منو مدري منو، وإحنا لحد الآن بلا حقوق وبلا تقاعد، صرنا ضحية يعني. يعني طلع يعني زين وزراء الدفاع يعني ما بيهم واحد شريف يقول يابا هذول حقوقهم. زين أنت رئيس الجمهورية يا حامي لا حامي الدستور ما تقول هذول حقوقهم. زين أنتم من تشيلون كتبكم وتطلعون على المصر تنطون العمال اللي كانوا يشتغلون بالعراق تنطوهم حقوقهم، واللي بإيران تنطو حقوقه، وإحنا عراقيين ما تعطونا حقوقنا إحنا. وزين اثنين أنتم خاصة محطتكم دخلي يفتحون في الموضوع بالنسبة لنا الجيش السابق دافعون عن حقوقنا. يعني احنا نقدر نحكي وياكم مباشره سيد ابو يعني حكمة. انت احنا القصد من موضوع حضرتك هو ملفك التقاعدي او معاملتك التقاعديه متوقفه صحيح؟ اي نعم 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 بالمحارب. يعني اذا الموضوع مو الموضوع ليس فقط انه الضباط الجيش السابق، الموضوع الملف التقاعد بشكل عام اكثريتهم. لا لا اكثريتنا كنا بالجيش السابق بالمحاربين. نعم المحاربين تابعين لوزاره الدفاع. نعم عملنا كل طيب عذرا بس سؤال سيد ابو حكمة، شنو السبب اللي يمنع انه ملفك يمشي وتحصل على التقاعد؟ ما ينطونا شنو السبب؟ يقول لي هاي معامل السبب، يقول لي هاي ما ننطق حقوقك، تريد اول الخدمه مالتك الى دائره مدنيه تعين بدائره مدنيه ونحول خدمتك لدائره مدنيه. تتعين في دائره مدنيه يعني تتعين بالجديد يعني؟ اي نعم نعم، وعمري 67 سنه، هم شباب ما لاقين وظائف ما يوظفوهم. نعم اهل الشهادات كلهم. بس هذا التفسير انه انت لا يجب ان تتحول الى الخدمه المدنيه، طيب ليش تتحول الى الخدمه المدنيه؟ شنو فرقك عن البقيه اللي ياخذون تقاعد من العسكريين؟ ما ينطونا والله. نعم كل مره يطلعونا براتيقه وما ادري ايش، وتعرف العراق صاير ثلاث اربع رشاوي. نعم يعني احنا نريد من جنابكم تسوونا حلقه خاصه بالنسبه للجيش العراقي السابق. نعم احنا اللي ندافعنا عن البلد. صحيح احنا ما جايين من خارج الحدود. نعم واحنا شاركنا بحروب والله من 73. نعم والحروب كلها شاركنا بها. نعم. اللي حد الان يعني عمري 67 سنه اللي حد الان لا حقوق لا تقاعد. نعم. كل شيء ماكو سيد ابو حكمة. ان شاء الله باذن الله يكون هناك حل لحضرتك، وأيضا سيكون هناك تخصيص حلقة بالمستقبل إن شاء الله على قضية المحاربين وملف التقاعد بشكل عام، نناقش فيه قضايا كثيرة. أشكر حضرتك أبو حكمة من الموصل، وقمة الظلم أن نسمع هذه القضايا عندما يكون من قدم خدمات وضحى بنفسه وكان عنده استعداد أنه هو يذهب في سبيل هذا الوطن في سبيل أنه البلد ينعم بالأمان، لا يكون هناك محتل يدافع عن الأرض يدافع عن الوطن يدافع عن الشعب، وما يحصل على حقه بعد هذه السنين من الخدمة، ويجي نائب برلماني يقضاها بالرشاوي والصفقات الفاسدة والوساطات والقضايا البعيدة عن القانون، ويطلع تقاعد بعد 4 سنوات خدمة لم يقدم فيها أي شيء،
وأكبر دليل هو البرلمان السابق وكل من سبق من البرلمانات كلها أحيلت، كل الأفراد أحيلوا إلى التقاعد. عادل عبد المهدي المتهم بقتل المتظاهرين والمسؤول عن مجازر حدثت في ثورة تشرين أحيل إلى التقاعد، وغيرها من أمور تؤكد أن لا عدالة ولا قانون في هذا البلد. خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نعود لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم مع قضية الإصلاح. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم مع ملف الإصلاح في العراق. هل يحمل هؤلاء الذين حكموا العراق منذ 2003 لغاية اليوم ومستمرون بحكمهم، هل يحملون أو حملوا أي مشروع حقيقيا لبناء الدولة، إن كان مشروع يسمى إصلاح أو إن كان مشروع يسمى بناء العراق أو غيرها من هذه التسميات، لكن في النهاية على أرض الواقع ما الذي تحقق؟ معنا السيد أبو علي من الناصرية، تفضل. الله يسعدك أستاذ، شلونك أبو جاسم؟ حياك الله يا أبو علي، أهلا وسهلا. الله يخليك، الله يخليك والكادر والموظفين والسامعين واللي بالخارج العراقيين. الله يسلمك، الله يسلمك. المسألة اليمن أبو جاسم، تسولف اليمن يعني. يا أبو علي، إحنا دا نتكلم عن قضية الإصلاح اليوم، نتكلم بشكل خاص عن الجهات التي تدعي الإصلاح، التي تقول بأنه بإمكاننا بناء دولة، إحنا عندنا مشروع إصلاحي. إحنا نتكلم اليوم بشكل عام، لكن بشكل أخص أيضا نخص التيار الصدري لأنه هو اللي يتصدر المشهد ويرفع هذا الشعار، لكن بشكل عام كل أحزاب العملية السياسية تقول بأنه إحنا أصحاب مشاريع لبناء الدولة، إحنا اللي نقدر نبني هذه الدولة. كلهم حكموا وكلهم شاركوا بحكومات الاحتلال، ليش ما قدموا خدمات وليش ما أشرفوا أو بنوا العراق فعلا وحققوا هذه المشاريع اللي خلينا نقول صدعوا رؤوس العراقيين بها؟ أبو جاسم شوف، خلنا خدمة كذولة، شوف خلنا حاجة شاية من ذولة المعممين، أعطينا مجال أحمد الله وديك، الله يخليك أستاذ أبو جاسم. تفضل. ذولة أنا أقول لك ذولة تنشني ذولة، أولا هم ما يفتهمون بالحكم. نعم. أولا الناس حرامية، أولا هم ذولة تنشني من 2003 كان التيار السري وكان المالكي وكان كل الأحزاب، هم كلهم حرامية ذولة، هذول يعني ما يخدمون الشعب، ذولة ذولا هم يعني جاي يضمون العراق، جابتهم امريكا على يعني هم اتفقوا هم والاحتلال اتفاق، يعني هم يعني هم من اجوا هم اتفقوا يعني هم يضمون العراق، يعني مهاره امريكيه ايرانيه هاي وحده، يعني اتفاق، يعني اتفاقيه بيناتهم كثره، يعني هم ذول الاحزاب. فالشغله الثانيه تمشي الحل للعراق، تمشي الحل، احنا هسه الحل الشعب الى ما يتكاثر، تدري شنو ماكو فايده. هسه انا اقول لك الشعب، يعني اقول لك انا قلد فلان، واحد يقول لك انا قلد الثاني، واحد يقول لك انا قلد السدور، المراجع هي هسه ماكو، المراجع الدينيه تدري شنو تابع لايران، بين المجال احمد ودك تابع لايران، اوامرها ايرانيه. نعم. عرفت؟ فالشعب تدري شنو يعني بين يعني ما متكاثر. عرفت؟ ثانيا الشعب هسه ما كله يقوم اليوم ما صار شيء، شوف مثلا رجع له الوزير هسه من شان ذاك النظام، النظام السابق هسه احنا مو ندافع، النظام السابق شان يعدم الوزير، يعني مره اجى لوحده العسكريه، اجى انا بي عسكري، نزل للجيش، نزل قالوا له ذول ياخذوا الرشوه من ولده، حط اليوم عدمهم. طيب سيد ابو علي، انا اشكرك، وصلت الفكره، شكرا جزيلا. هناك جزئيه نتكلم بها اليوم ضمن الحلقه مشاهدينا الكرام، وهي طبعا عده محاور مرتبطه بقضيه الاصلاح. تحدثنا عن المشاريع التي يحملونها، لكن هل يمكن تحقيق مشروع اصلاحي
وهناك غياب تام للعدالة. يعني المؤسسة القضائية في العراق موصوفة بأنها مؤسسة فاسدة، قضاء فاسد. الأمم المتحدة في أحد تقاريرها وصفت القضاء في العراق بأنه مؤسسة فاسدة والقضاة فاشلون. منظمة Human Rights Watch خرجت بتقرير قالت بأن القضاء في العراق محطم، وصفته بهذا التعبير. وقد تكون هذه كما يراها أتباع هؤلاء بأن هذه مؤامرات دولية برعاية أمريكية حتى تطلع بهذه التقارير. ماشي. هادي العامري، وإحنا عرضنا في أكثر من مرة المقطع الذي يؤكد هذا الحديث، هادي العامري بلقاء تلفزيوني قال بأنه ابن أمه بهذا النص، ابن أمه اللي يتهدد من القضاة، نحن الأحزاب نضغط على المؤسسة القضائية، نضغط نبتز نهدد، نرضخ القاضي ونرضخ المحكمة. كيف يمكن تحقيق مشروع إصلاحي وهناك غياب لمنظومة العدالة، غياب للقضاء، غياب للمحاكم، القضاة فاسدون، القاضي اللي يحقق بقضايا تمس المافيات، تمس الميليشيات، يتم تصفيته. من عام 2003 لغاية اليوم تم تصفية أكثر من 73 قاضي، آخرهم كان هذا القاضي في محافظة ميسان أحمد الساعدي اللي كان مسؤول عن ملف المخدرات. يتم تصفية واغتيال القضاة ويتم الضغط على المؤسسة القضائية. إذن هل يمكن تحقيق إصلاح في ظل غياب القضاء؟ معنا أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. شكرا شكرا أخي، تحية لك وللقناة وللعاملين. أهلا وسهلا أخي. أكو حكمة تقول أيصلح العطار ما أفسده الدهر؟ طبعا كلا، لم ولن يصلح أي عطار مهما كانت مهارته. نعم. هذا إذا كان عطار فعلا يريد يصلح. أخي نعم. الإصلاح يحتاج لمنظومة سياسية ذات إرادة وطنية. نعم. وأخلاقية، ومن خلال هذه التجارب اللي مرت علينا خلال هالعشرين سنة. نعم. ما وجدنا أبدا مثل هذه المنظومة المذكورة اللي المفروض تقضي على الفساد. فإحنا استعدنا مثال، عندنا الموازنة الحالية. نعم. الموازنة متى تقر المفروض؟ مو على أساس شهر العاشر. نعم. أو شهر الـ11. احنا هسه لمن الى الان مختلفين الجماعه على رئيس الجمهوريه. نعم. ايش وقت راح يرشحون وايش وقت راح يوافقون؟ يجي من بعد رئيس الوزراء. ومن بعد النوب رئيس الوزراء راح شو يسوي؟ راح ينتخب ينتخب او يستوزر الوزراء. زين. البرلمان يا جلسه اللي راح يجلسها حتى يقرون هاي الموازنة. نعم. خلي نحسب إحنا أشهر هاي الموازنة، احتمال راح توصل الشهر الرابع ويا بعدي ما إيش بقى من السنة. نعم. زين. المفروض الوزارات قاعدة تنتظر، خلصت السنة الموازنة ما حصلت منها الوزارات. نعم. الوزارات اللي هي أصلاً ما راح تصرفها على المواطنين. إذن وين راح تروح هاي؟ نعم. فهذا على مدى 4-5 دورات انتخابية هذا وضعنا. نعم. فكل من يقول أنه أكو إصلاح فهذا غريب وهذا واقعي. فما أكو إصلاح، فلذلك قاموا المواطنين بثورة تشرين. نعم. لما نهضوا شافوا ماكو جارة هاي المخرجات، وهم دا يقولوا والله قبل لحظة كنت أستمع على سياسي كردي يتحدث، أقسم بالله هو اللي قال 95% من السياسيين بس. وهذا رقم يعني مصيبة هاي يا أخي. فإذن أخي ماكو إصلاح. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أبو مروة من كربلاء. ويانا السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. محمد من أمريكا، شكرا يا محمد. شارك في حلقة أخرى لأن عندك مشكلة بالاتصال، حاول غير مكانك ترتب الموضوع الاتصال لأن عندك يبدو مشكلة، أو غير الرقم اللي ده تتصل من عنده، قد يكون المشكلة في هذا الخط. علاء من البصرة، تفضل يا علاء. تحياتي لك أبو جاسم. ربي يحفظك. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يحييك. من اللي يقدم إصلاح يعني أبو جاسم؟ والله أنت شو تقول؟ أكو واحد عندنا بالعراق يقدم اليوم إصلاح؟ لا، الطغمة الفاسدة من الأحزاب ما دي مع الشريف يقدم إصلاح، خذ من عند من الأخير. كلها مصالح ومناصب
ومليارات ترجع ومنافذ حدوديه ومطارات ووزارات ومحافظين. محافظ ما يجي للمحافظه اذا مو تابع الحزب. نعم. مال الاصلاح هاي خلي يسولفون على خوالهم. طيب لا انا بس عندي سؤال، عندي سؤال سيد علاء. نعم. عندي سؤال. احنا خلينا نتماشى ويا هذا الكلام، خلينا نتماشى. هسه اتباع المدعي الاصلاحي يقول لك لا انت ده تهاجم بدون سبب. احنا نطرح بعض الاسئله. اليس التيار الصدري جزء من العمليه السياسيه؟ بعظمه لسانه مقتدى الصدر قال انا من 2005 لحكومه مصطفى الكاظمي ما تشكلت حكومه بدون موافقتي، مو تمام؟ صحيح. هذه الحكومات المضت حكومات كلها متهمه بالفساد، بسرقه الاموال، بتهريب الاموال، بتدمير العراق. طيب مو المفروض اذا هو يريد يسوي اصلاح يبدا بحزبه بتياره؟ مو المفروض يحاسب كل من ثبتت عليه تهمه فساد ومحاكمته؟ اشو بهاء العرجي نائب رئيس جمهوريه سابق ومتهم بالفساد وكان كبش فداء وطلعه واعلن براءته وما ادري شنو من هالكلام، ما تحاسب بهاء العرجي؟ موجود حي يرزق يطلع بالقنوات الفضائيه يصرح ويغرد بكيفه. طيب اذا هو يريد يسوي اصلاح غير يبدا بحزبه ينظفه من الفاسدين، يحاسب نفسه اولا على التهم الكثيره وفي مقدمتها سفك دماء العراقيين بالحرب الطائفيه؟ والله اذا صراحه اقول لك ابو جاسم ما بيهم مصلح، خذ من عندي من الاخير. السيد هو لو بيه خير يحاسب جماعته اللي شاركوا بالسلطه، صاروا وزراء ومحافظين، فلا تترجى من هؤلاء خير، اخذها من عندي من الاخير. هشام زباري ولو جزء من الموضوع شوي، هشام زباري قبل شويه يقول ما يريدون رئيس قوي، انت كنت وزير الماليه ونهبت الماليه والفساد واستولتوا على محافظات وماخذين النفط والمنافذ الحدوديه، فماكو بيهم واحد شريك قدم الاصلاح. هذا حاكم الزامل منين؟ نعم. من تل عفر. محترماتي تل عفر. يعني ذولي هالشيء 19 سنه ابو جاسم يقول انت قبل شويه تقول ظلمون وما ادري شنو، 19 سنه يضحكون علينا، بلدنا تدمر، بلدنا به خيرات بس اكلوا الخيرات، اكلوا كل شيء بهالعراق هذا العظيم. نعم. ما اعرف يعني وين يريدوا يودون البلد. يقول لك هشام زباري يقول لك انا قوي، ما يريدون واحد قوي. وش قدمت انت؟ انت وحزبك وكتلتك والاحزاب السنيه والاحزاب الشيعيه. هذول جابتهم امريكا زباله المجتمع، عذرا لهذه الكلمه. ما يقدموا شيء لا اصلاح ولا اي شيء لهذا البلد. اشكرك سيد علاء، اعتذر منك الوقت لانه شارف على الانتهاء. طبعا بس تصحيح، بهاء العرجي كان نائب رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهوريه، لكن بالمحصله التيار الصدري اعلن براءته منه لانه قالوا انه عليه شبهات فساد، ومع هذا لم يحاسب. والقصد من هذا الكلام مشاهدينا الكرام انه غياب العداله هو الذي اوصل الوضع في العراق الى ما هو عليه. هناك نقطه مهمه ايضا ضمن الاسئله التي نطرحها، اذا كان هناك مشروع إصلاحي كيف يمكن أن يتحقق هذا المشروع وهناك سلاح منفلت يهدد القضاء، يهدد الدولة، يهدد الحكومة بقواتها الأمنية؟ المثال اللي صار في ميسان ما بين العصائب وبين ميليشيا السرايا التابعة للمقتدى هي أكبر دليل أنه لو كان هناك مشروعا حقيقيا للإصلاح لوقف بوجه الميليشيات، لما رضخ للميليشيات، لما في النهاية طلع مقتدى يقول لا تخلونا المشاكل السياسية بيننا وبين العصائب، تنسينا انه احنا اخوه، العصائب والميليشيا والسرايا المتهمين بقتل العراقيين اخوه. اذا لو كان هناك مشروعا حقيقيا لوقف بوجه من يحمل السلاح. عندنا علاء من ناصر من امريكا، تفضل. من بغداد، ناصر من بغداد. مرحبا استاذ. حياك الله. مرحبا استاذ محمد. اهلا يا ناصر. استاذ محمد الاصلاح اللي رفع السيد الصدر شعار. ها. استاذ محمد. شعار يريد يتغطى به بجماليه السياسه، والا الرجل كل اصلاح ما عنده، اذا اكو اصلاح خلي يصلح جماعته. نعم. جماعته. نعم. انا تعرضت لاختطاف، من الجيش المهدي في 2007. نعم. شلون يصلح هذا البلد؟ انا تعرضت لاختطاف وتعذيب يوم 13/3/2007. نعم. يا استاذ محمد. نعم. هذا يصلح بلد؟ هو شنو اصلاح؟ رجل حتى هم امي، يعني امي بالسياسه، مو امي بالقراءه والكتابه، امي بالسياسه. نعم. إذا يريد يصلح الإصلاحات شنو؟ إنه يصلح التعليم ويصلح الصحة ويصلح السكن. ذني حالات صحية صحيحة. الناس. نعم. مستأجرة برا ودايخة النساء برا. الصحة داخلهم والله العلي العظيم سويت عملية العين 1,800,000.
والله العظيم. نعم. هذا اصلاح زين، بعدين هو يكتب بالسياسه، بعدين اذا صارت خلافات بين العصائب والصدر بالمحافظه الجنوب فهو سببه هو، لان هي العصائب طلعت منين؟ نعم. طلعت من جماعه السيد. نعم. ويعرف هو كل زين، يعني هي من عنده العصائب، هي اشتقت منين؟ نعم. سيد ناصر اني اذا هو نعم وصلت الفكره، اشكر حضرتك واعتذر منك، الوقت انتهى. فيما تبقى من لحظات نقرأ سريعا رسائل الواردة. رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، الله يخليكم، سووا لنا حل السجون، الحانوت غالي، الملابس ما توصل لهم ولا الدواء، وين مصطفى الكاظمي يخلي يسوي لنا حل؟ وينك يا كاظمي؟ طيب، أبو مالك من أمريكا يقول: أخي أستاذ محمد تحية طيبة، خروج العراق من هذه الأزمة لا يتوقف على السياسيين، لأنهم جميعهم فاسدين ولصوص وما يهمهم العراق وشعبه، بل فقط يهمهم أسيادهم في إيران، لكن العراق متوقف على علماء الدين المعممين بين قوسين، بإمكانهم التغيير إذا أرادوا ذلك، لكن هذول المعممين للأسف تركوا دور العبادة ولجأوا للسياسة لأنها مربحة. ليش ذول المعممين ما يشوفون اللي دا يصير بالعراق واللي يعانيه الشعب العراقي؟ وشكرا. رسالة أخيرة من السعودية، سعد يقول: السلام عليكم، الله يحفظكم يا أهلنا يا أهل العراق، والله الشعوب العربية والإسلامية معكم ضد هذه العصابة المجرمة، الله لا يوفقهم. شكرا يا سعد. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم مرة أخرى أن قناة الرافدين انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ 1/2/2022، ولمن يشاهد الشاشة الآن بصورة غير مكتملة بشاشة صغيرة يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد اللي ظاهر أمام حضراتكم 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، ثم ستظهر له القناة بنظام البث الجديد، وسينتهي العمل بنظام بث الاس دي اعتبارا من تاريخ 28/2/2022، لذا اقتضى التنويه. وبهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.